نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. انستغرام لا يفتح، نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على انستغرام خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف عيادة تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم انستغرام. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.